بعد ما اعطونا الموافقه اكتشفت جاني التليفون من الولايه وقالوا لي راهو ثم خطا في البون دو كوموند، لكن اكتشفت انه هو ثم وقع لهم تهديد من مش عارف مواطنين او مسؤولين وتم رفض المطلب، ونحب نحب نستفسر ويعطونا توضيح على المشكل هذا. السلام عليكم، انا بابا عائله نسكن في البلدات في حي 14 جانفي، عندي 3 سنين، قالوا لي باش نعاونوك باش ندخل من الدار. خويا نحب نفهم اعطونا الصحيح. عسلامة سيد منير. يا هلا بيك، مرحبا. معنا سيد منير معتمد قبيلي الجنوبية، نشكروك على استقبال الدعوة، على قبول الدعوة. سمح، مرحبا. باش نحكوا اليوم سي منير على وضعية حي الواحة وحي 14 جام في بلبلادات، اللي رغم التشجيع اللي صار من قبل السلطات المعنية إلا أنهم لليوم ما يتمتعوش بالماء الصالح للشراب وبالكهرباء. سيد المعتمد، اليوم البلادات تبعد 22 كيلومتر على قبل الولاية، كما قلت لك، واللي هما يفتقروا الأهم أساسيات الحياة، واللي هما يتنقلوا، زادة سمعنا من الأهالي اللي يتنقلوا كيلومتر كامل باش ينجموا يتحصلوا على الماء الصالح للشرب. مرحبا بكم مرة أخرى. فيما يخص تزويد حي الواحة وحي 14 في البلادات، تم تخصيص 100 مليون ما بين منطقة هي البلدات وجمنا هذه في 2020 2019، معنا برنامج جزاوي للتنمية، ومتعنا برشا قائمة الأولية الساعة اللي تعدت للولاية المجلس الجزاوي برشك الكل أخذت حاجة واحدة، هما كقدموا برشا ناس، تم الموظف وتم الملاك نقولوا نحن، وبرشا معنا لبس عليهم هذاكم يستثنوا من المنحة، اما الاخرين الاغلبيه النجم مثلا كلموني غدوة نرجع لكم قداش متعت البلدات. بالعكس، اكثر منطقه في قبل الجنوبيه خذت البلدات، خذت حتى اكثر من جمنه اللي نورمالمون 100 مليون تقسم بين جمنه والبلدات. هو سي منير، الموضوع برمته نحكوا اليوم على الماء والكهرباء، معنا اساسيات الحياه بالنسبه للمواطنين حي المتساكنين حي الواحة وحي 14 جام في منطقة البلادات. اليوم العباد حكت على المطالب اللي تقدمت باش يتم ربطهم بالشبكة نتاع المياه ولا الكهرباء، لكن فما تعطيل، فما شكون قال بعد 3 سنين، قالوا لي راهو غالط البون كوموند وعاودوا رجعوا له، فما شكون قالوا له باش نعطوك منحة لكن ما عطوشي. العباد اليوم تسأل شنو هو الحل، كيفاش ماشيين، وين ماشيين بالضبط في الموضوع هذا. نعطيك الوضعية، رانا نحن نحكو سو في وضعية المواطنين هذوما يحبوا يتمتعوا بمنحة عن طريق المجلس الجهوي، ما نحكوش على جماعة معناه يمشي يخدم دراسة وحده عن طريق الساق ولا السونات ويربط الماء، نقولوا نحن اللي لبس عليهم يربط الماء وقت اللي يحب معناه. أما نحكو على برنامج البي ار دي، معناه الناس المعوزين ومحدودين دخل، خلينا كان الابيض ولا عنده كان يخسر، خلينا هذا ما يتبقى شوي، لازم تبقى حتى عامين. خلينا في الاول، سامحني سي منير، باش يتمتع المواطن بالماء ولا بالكهرباء ما تختلفش، معناته اذا كان عنده كرني ابيض كرني احمر سامحني كرني اخضر، المواطنين الكل كيف عنده الحق باش. انت ما فهمتنيش انت. نحكي لك غير نعاونوا فيهم عن طريق المجلس الجهوي، ما نعاونوش الناس الكل عاد، شنو الميزانيه تاع المجلس حتى باش نعاونوا مثلا أستاذ ولا عون في إدارة عمومية ولا غيره ولا إطارات مديش، هذه راي منح للعائلات المعظم محدودي الدخل. خلينا في الأول نحكوا على ربط المياه سي منير، دراسة كاملة مع عند السوناد وستاق المنسجية وتكفي البلفية بزوز مناية 3 ملايين 4 ملايين نصف حتى 7 ملايين كبال قوة كبيرة. أما مش أي مواطن مثلا نظام ملاكي يبيع ب50 مليون دق نمشي نعطيه هنا منحة من المجلس الجهوي، ما تجيش. هو الربط بصفة عامة، وين واصلين تو بالضبط في موضوع الربط بالنسبة للمياه والكهرباء بصفة عامة نحكوا؟ هي نحن راني قلت لك نحكوا على زوز وضعيات. أي فهم. اللي هم حي الواحة وحي 14 جام في يا سيد موني. سامحيني وش اسمك أنت لحظة بربي؟ اسمي صبرة. صبرة، يا صبرة، افهميني. نحكوا على زوز وضعيات، زوز فئات مستهدفة. واحد لا باس عليه يقدم للساق مع النسبة علاقة، هذاك يمشي يقدم بفلوس ويعملوا له دراسة يمشي يخلص
ورق ليمون وينزل في تايرات يكملها. فهمت ولا؟ نحكوا على وضعيات عائلات معوزة ومحدودة الدخل. جانفي ولا 18 جانفي ولا حي الواحد. باه. فهمتيني ولا؟ فهمتك اي. اي نحكوا على واحد لاباس عليه يمشي رق ليموره في تايرات، واحد عم معوز ولا محدودي الدخل هذيك عن طريق المجلس الجهوي يعطوا منح. ما نعطوهاش للناس الكل. باهي سي منير، هات نحكوا على العائلات المحدودة الدخل اللي احنا ناقصوا. هذوما انتفعوا ما شاء الله في البلدان، والنجم حتى نمدكم بالقائمة والكوب، ومش كان في البلدان باركة، في القرى الكل. أما البير دي المجلس الجهوي للولاية تاع 2019 خصصنا 100 مليون للبلدات وجمنا. ومتعنا من المساعيد والرحمات وجنعورة هنا والنزل الكل. اي واحد عائله معز عنده كرني اصفر ولا كرني ابيض ولا محدودي الدخل ونحن في الكرني الاصفر يتمتع بالمنحه هذه. باهي هات نحكوا على محدودين الدخل سي منير اللي من 2015 تم تحفيز المواطنين باش يعمروا احياء كيما حي الواحه وحي 14 جانفي. هل اليوم يحبوا يعرفوا هل فما حلحله او نلقوا حتى حل وسط بينات المتساكنين وبينات السلطات المعنيه، ونخمموا في الصغار اللي هم اكثر حاجه يعني اللي يعيشوا في الاحياء هذه. هي هات السؤال وين؟ السؤال هل فما حل مشترك وإلا لا؟ هذا قلت لك فما حل وصحيح. متعنا ناس نجم نعطيك حتى القائمة. فما ناس اعترضت على البرنامج هذا وخاصة في البلدات، لأنه كعملنا بحث اجتماعي نلقوا لاباس عليه. ما تنجمش أنت تعطي واحد لاباس عليه وعن طريق بحث اجتماعي وتعطيه المنحة. اي كيفاش تم تقسيم ال 100 مليون؟ محدودي الدخل راه منتفعوا، لان البلدات قدمت ثلاثه اربع قيمات. باهي سي منير، منح البلدات كيفاش تم تقسيمها ل 100 مليون اذا تسمح؟ كيفاش؟ انت قلت لنا انه فما ميزانيه نتاع 100 مليون. البي ار دي الصحاده تاع 2019 ما بين البلدات وما بين جمنا، وقدمت الناس واخذوه. اي كيفاش تم تقسيمها حسب انا معايير؟ ها؟ كيفاش تم تقسيمها الميزانية؟ كما انا قلت لك صبر، يلزم يكون عنده كرني ابيض وكرني اصفر. قدم مطلب وقدم مقيمات ايه؟ وعديناه من الولاية واخذوه. فهمت ولا؟ فهمت. انت لو تحكي على وضعية كأنه ما خذوش، اما هما العائلات المعوزة محدودي الدخل خذوه من البلدات. كان واحد عنده كرني ابيض وقدم في القائمة وما خذاش، يعني فما متساكنين في حي الواحة وحي 14 جانفي في البلادات تم تمتعوا بالكهرباء والماء. صحتي المشكلة في اللي قدم، مش باش نعطوه نحن وما قدم دوس، يمشي يعمل دراسة ويجيبها لنا المعتمدية يعني، وقدم دوسي كامل ونعطوه الولاية وخلو برشا. باهي يعني توسي منير، احنا تو اليوم في 2022 نقولوا المتساكني البلادات اللي يحب يتمتع بالكهرباء والماء ينجم يقدم مطلب. إيه صحاتي راهو مشوا هاو البرنامج 2021 وتقدموا في البلادات وباش ياخذوا. ما كي تعرف نحن قبل بعام نعملوا برنامج. و 2022 باش نزيدوا نعطوا للبلادات، ماناش باش نحبسوا عليها. اي واحد يستحق ومن اي قريه معتمدتك قبل الجنوبيه باش ياخذ. باهي سيد المعتمد. لازم يكون يستحق. باهي. فماش استراتيجية غير الناس المحدودية الدخل يعني اللي تتمتع به الناس الكل المي والكهرباء، فماش استراتيجية تعتمدها المعتمدي؟ والله شوفي راوي نجم ما يكونش عنده كرني أصفر ولا كرني أبيض ونعمل له بحث اجتماعي. مثلا واحد حظيرة لو عنده ضمان اجتماعي ويخلص 400 ولا 380 هذا كان نجم ينتفع. تكون عائله وفرت العدد نعتبره من المحدودين الدخل، سواء حظيره معناها صلاير حكايه فارغه. يعني مرحب به في المعتمديه وينجم يقدم المطلب نتاعه. نعملوا له بحث اجتماعي، لانه اللي عنده كرني اصفر وكرني ابيض ما نعملهمش بحث اجتماعي. الكراني نتاعهم جس فيه اللي هما عائلات فقيره ولا محدودين الدخل. على فكره نجم يكون عنده كرني احمر وماهوش يعيش. باش المعلومه توصل كامله. تفضل. اللي عنده ضمان اجتماعي ولا عنده حتى بونسيون سي نت بياس. غيره مثلا نقول له نحن عنده 100,000 ولا 150 و200 ولا ما عندوش كرني اصفر، هذوما يتعمل لهم بحث اجتماعي. معناها الولايه تطلب عليك برمي الوثائق المطلوبه بحث اجتماعي. ونعطوهم اعطانا اللي عندهم ضمان اجتماعي واعطيناهم، لان حالته نجم تكون اعظم حتى من المعوزين. واضح سي منير. هل باش يجي نهار زعما في قبلي وما عادش نحكوا على مشكله عدم وجود المي والكهرباء؟
شوفي باش تولي موجوده، ما دام تم توسع للقرى باش تكون موجوده. وقتاش نقولوا ما دام مش مشكل وقت الناس كلها تحبس البني، اما ما دام مجال التصرف تقسم وكلا عروش والبلديه ومملكه الدوله تعطي في مقاسم جديده باش يكون تم توسعات، وبالعكس هذه حاجه باهيه، وباش يكون تم نقص. وبالعكس نحن رانا ديما نشجعوا خاصه العائلات المعظم محدودين الدخل، رانا نشجعهم اللي هما قدموا مطلب المعتمدين. مشكورين اكيد كمعتمديه على المجهودات اللي قاعدين تعملوا فيها من كشف ومن معاينه. لكن بلاسي منير حبيت نوضح حاجه، راهو حتى ساعات تلقى مواطن عنده كرني احمر نتاع منظومه الخاصه، راهو مش بالضروره انه يكون ميسور الحال ولبس عليه. راه انا قلت لك انا قلت لك نجي يكون عنده ضمان اجتماعي، وحتى سن البياس معناها مثلا واحدة أرملة راجلها كان موظف تاخذ بونسيون من سن البياس نعطوها كي تكون بونسيون صغيره. واضح. لأن هذيك تعتبر محدودي الدخل، حظاير عندهم ضمان اجتماعي يسمى محدودي الدخل. واحد عامل يومي مثلا وصب على روحه ضمان اجتماعي ينجم ينتفع بالمنحة تاع المستجاب. واضح سيموني. واضح سيموني. واضح سيموني. مشكور على تدخلك ويعيشك. نتصور واضح سيموني كان واضح في التفاصيل الكل وعطانا المعلومات، مشكور. نخرج فاصل ونرجع لكم. همنا برنامج شهري في صحافة الشأن العام، نسلطوا فيه الضوء على مشاكل المواطنين ونناقشوها مع المسؤولين صناع القرار في قبلي. في حلقتنا السابعة نهار 23 جانفي 2022 باش نشوفوا مشاريع دعم البنية التحتية بالمستشفى الجهوي بقبلي، ومتابعة لإنجاز عدد من التدخلات لدعم البنية التحتية بأقسام طبية بالمستشفى الجهوي، ونغوصوا في صلب الموضوع للوصول لحقيقة الأسباب، باش نحكو كذلك على انعدام خدمات الكهرباء والماء الصالح للشرب في حي الواحة وحي 14 جانفي بمنطقة البلدين، وباش نشوفوا حق أهالي المنطقة في الماء والكهرباء وعدم إيفاء السلطات بوعودها. تسمعونا على موجات إذاعة نفزاوة بالشراكة مع مبادرة مناظرة نهار لحد من نصف النهار للماضي ساعة. أمور تهمنا من إعداد وتقديم صبرة بن مرزوق وجد حويتة ورانيا بن نور.
العام، نسلطوا فيه الضوء على مشاكل المواطنين ونقشوها مع المسؤولين صناع القرار في قبلي. في حلقتنا السابعة نهار 23 جانفي 2022 باش نشوفوا مشاريع دعم البنية التحتية بالمستشفى الجهوي بقبلي، ومتابعة لإنجاز عدد من التدخلات لدعم البنية التحتية بأقسام طبية بالمستشفى الجهوي، ونغوصوا في صلب الموضوع للوصول لحقيقة الأسباب، باش نحكوا كذلك على انعدام خدمات الكهرباء والماء الصالح للشرب في حي الواحة وحي 14 جانفي بمنطقة البلادات، وباش نشوفوا حق أهالي المنطقة في الماء والكهرباء وعدم إيفاء السلطة بوعودها. تسمعونا على موجات إذاعة نفزاوة بالشراكة مع مبادرة مناظرة نهار لحد من نصف النهار للماضي ساعة، أمور تهمنا من إعداد وتقديم صبرة بن مرزوق وجدي حويتة ورانيا بن نور. رجعنا معكم مستمعينا الأعزاء، رجعنا معكم على موجاتكم، موجات إذاعة نفزاوة 100.9 كالعادة في برنامج أمور تهمنا. نمشوا لصورة الشهر. صورة الشهر المرة هذه تحكي على الإبداع، صبر تحكي على الإبداع. بالنسبة لي يعني كنشوف مواطن بمجهود شخصي يتوجه لمكان عام كما شفنا في بلدية دوز، والتصويرة وجدي نجموا اللي ما شافهاش يشوفها على صفحتنا، صفحة نفزاوة اف ام، بمجهود خاص توجه البلدية دوز ويزين. بالنسبة لي يعني من نجم يكون كان إبداع، كان إبداع هو والله من الحاجات الباهية اللي تشوفها هيك، كي يعطي المواطن هيك الانطباع اللي متاع راني نحب نعاون، راني نحب نكون موجود، يكون قدوة. راني صحيح راني معناها نحب نولي ورا الرسم، زادة من الفنون معناها اللي الفنون الكبيرة اللي تعرفنا به من قديم الزمان، ويطلب زين وينظف ويعمل وكل شيء، راي زادة تعطي زادة روح أخرى حتى للموظفين اللي يخدموا غازي، للعبيد اللي جاية غازي، أكل كولارات زادة تبدل منك شوي الجو المشحون ديما في الإدارات اللي نشوفه فيه، بارك الله فيه، هو مشكور على الاخر. سي ما يتطلبش حتى ميزانيه كبيره، معناتها انت باش تاخذ شوي الوان وتتوجه المكان عام وتزين يكون حتى خير مثال، خليني نقول للاطفال ولا اي عبد يكون متعدي من غادي، حتى يا سيدي ضيف جاي من برا للبلاد يقول معناتها كيشوف البلاد وكيفاش غايرين عليها وبمجهود شخصي، ويفيق الصباح والدنيا بارده ويديه معناتها وهو بالبانسو ويزين، رغم اللي هي حاجه بسيطه على الاخر باش ترسم ورده معناتها في متاع ضو ولا في حيط، ما تتكلف حتى شيء، جستك الضحكة المزيانة تشجع للموظفين متاع البلدية اللي يخدموا غادي، معناتها محلاها ببلادنا وذكها محلاهم ناسنا بالضبط، والله محلاها ومشكور مشكور مشكور على الاخر. تصويرة موجودة في موقعنا في فيسبوك راديو نفزاوة، اللي يحب يمشي يتفرج على التصويرة يشوفها، حاجة طيارة على الاخر تعمل الكيف، بارك الله فيه والله يعطيه الصح. في الختام شكرا على الاستماع والمتابعة، وشكرا لتفاعلكم على صفحات التواصل الاجتماعي. اللايف تنجموا تعاودوا تفرجوا فيه على صفحتنا، صفحة إذاعة نفزاوة، إلا على صفحة مبادرة مناظرة. وما تنسوش بودكاست أمور تهمنا الشهر هذا باش يكون نهار السبت 29 جانفي، وباش نحكوا على ثقافة العمل عند الشباب. مستمعينا كنتم معنا في برنامج أمور تهمنا، تشاو تشاو.